تفقد محافظ مطروح خالد شعيب أعمال تطوير منفذ السلوم البري، تضم أعمال التطوير إقامة 12 مبنى جديدا بالإضافة إلى منطقة لوجستية بمساحة 700 فدان، بما يخدم التوسع في حركة التجارة ويوفر مزيدا من فرص العمل. في إطار توجيهات القيادة السياسية النهارده احنا بنتفقد منفذ السلوم البري لما له من أهمية اقتصادية وأهمية تجارية والتبادل التجاري مع دول شمال أفريقيا، وطبعا داخلين برضه على إعمار ليبيا، فيكون له دور كبير جدا جدا. النهارده كنت سعيد جدا النهارده بمدى التطور والعمل داخل المنفذ. يمكن شفنا النهارده من خلال التوجيه اللي تم وما تم شرحه لينا النهارده وتفقدناه على أرض الواقع. النهارده في خط سير لسيارات النقل سفر ووصول على ارضيه خرسانيه زي المعمول على طريق سيوه كده بالظبط، دي حاجه كويسه جدا تحافظ على الارضيه والطرق. بنعمل تطوير شامل في المنفذ بناء على توجيهات سياده الرئيس، نظرا ان هو البوابه الغربيه لجمهوريه مصر العربيه، راعينا في التصميم والتطوير ان هو يبقى فيه اولا يدي سهوله ويسر لحركه التجاره بين البلدين وانتقال الافراد. الجزئيه الثانيه ان هو يدي تامين كامل للمنفذ من خلال الفصل ما بين السفر والوصول، سواء في العربيات النقل الثقيله او العربيات الافراد او المشاة المترجم نفسه، كل منهم له مسار خاص لوحده منفصل عن الثاني سواء في السفر او الوصول.